دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وايضا متابعه لاهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الدور الثامن من دوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيطلق الجامع الأزهر في الليلة الأولى من العشر الأواخر من رمضان مبادرة حب وترحيب بضيوف الرحمن الذين يتوافدون بالآلاف لرحاب الجامع الأزهر في هذه الليالي المباركة تحت شعار إحياء. بتهدف المبادرة الأولى إلى إلمام آلاف المصلين وملايين المتابعين بفضائل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وتعريفهم بكيفية إحيائها وتشجيعهم على مواصلة الذكر والتعبد. النهاردة هتشهد وزارة البيئة فعاليات احتفالية توقيع مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة. وكانت وزارة البيئة طرحت فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية من خلال القطاع الخاص، وتم البدء بالفعل في بعض المحميات. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار مباريات الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. هيلتقي بايرن ميونخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي الساعة 9 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي بنفيكا البرتغالي مع إنتر ميلان الإيطالي.